أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم تسجيل 116 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1661 حالة. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية قد بلغ 6943 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد وإلى حدود الساعة 6 من مساء اليوم. وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي في تصريح صحفي أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 118 حالة إلى حدود الساعة 6 من مساء اليوم، فيما تم تسجيل 31 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 177 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.